شنو هذا يا سيد؟ في بعضكم ما يعرفه. هذا ببغاء أمازوني يلوناب. طبعا كالعادة محبوب الطيب، محبوب المؤدب، لو جبت له أسد جلس جنبه ولا قال له كلمة ولا فتح فمه بكلمة. يا أخي عجبني فيك سكوتك، الصمت هيبة، أنت هيبة، أنت هيبة، لبى قلبك. طيب طيب ترى ما بلي ها فترة وبيرجع لصاحبه يعني. إيه لا تفكر بيجي سندران يعني كثير. لا سيد صباحكم حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. هذا تروه ضيف عندي ترموبلي، الله يبارك لصاحبه، ما شاء الله طيب جميل ما شاء الله. بس باقي أبغى أسمع منك كلمات. المهم إنه جاني اليوم عسل، راح أجرب إن شاء الله وأعطيكم رأيي فيه بإذن الله. ابو بطني عادي ما عنده مشكله ياكل اي شيء، والله ما خليها في خاطره. عجبك؟ راح اجرب انا اليوم ان شاء الله، راح اعطيكم رايي، اذا هو تمام راح انزل لكم اعلان ان شاء الله اليوم. والله ما انتبهت لعمره، نايف ما انتبهت لعمره والله. شو السالفه؟ عمره طلع سنة 2020 تقريبا، عمره زي محبوب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جعل عيني ما تضره، ما شاء الله تبارك الله. عند ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد والزغروطة، واسمع يقول بابا ويغني محبوب محبوب جل. تعال 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 اطلع اطلع. خذ المسامح يلا. هذا هو اللي فالح فيه، شفتوه؟ هذا هو، هذا هو. ما رأيك يا أستاذ كوكو في الموضوع اللي صاير؟ روح نام، روح نام، صرف يرحم أمك، شوف جالس هناك يلعب. جالس يلفلف على القفص، شفت؟ هاش رايك بالله؟ لا ايش رايكم في الستاند ذا؟ انا اللي مظبطه، مو كريستيانو اللي صنعته. لا لا سلامات يا ابو الشباب. وين؟ لا هو اصلا كان فيه في خشبه كانت كذا وكسرها سكر، كانت تذكرون سكر الكوكاتو اللي كان معي. ايش سويت؟ خذيت مجتم وزبطتها كذا، شوفوا كيف ركبتها جوا وطالع زي ما انتم شايفين. طبعا ينفع اخذها معي في السيارة، واقدر اخذها معي داخل البيت تنقل بها. جميل. لا لا اعطني تفاح، خلني اعطيه. هذا ما يعض؟ لا لا ما يعض، بس انه كذا هو خايف من هذه. قول يا ابو شباب اكل اكل والله اكل، شكله ما متعود على التفاح. اعطيته حبه صغيره واكله. ليه ما عجبك؟ شو حاطه هنا كمان؟ ان شاء الله تبارك الله. لا يشوف.
انت الورق من وين طلعت لنا الله يرضى عليك؟ من وين طلعت لنا انت تمسك الكلام وتمسك علي سنابات؟ ايش تبغى؟ مشى 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 حدها تمشي. اليوم عندي لكم تقرير راح يعجبكم ان شاء الله. احد قد سمع بالنسر الخاطف او بالعقاب المخادع؟ شايفين؟ طبعا النسر ذا من أندر الطيور الجارحة في يعني على مستوى العالم، يعني ذكر يوصل وزنه من 5 كيلو إلى 6 كيلو، الأنثى يصل وزنها إلى 10 كيلو. مستوعبين؟ طيب كيف تتوقعون شكله بجنب آدمي؟ هات ما أدري صورة مفبركة، بس أنا دخلت أكثر موقع أبحث عن الموضوع، فعلا طلعت الصورة صحيحة. بالله شوف الصورة، ضخم 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 يا جماعة، ضخم، يعني أول مرة أشوف طير بالضخامة هذه. طبعا يتراوح طول الطير من 87 سنتي إلى 107 سنتي. طبعا عرضه وفارد جناحه تقريبا من 175 سنتي إلى 225 سنتي، يعني تتكلم فيه مترين، يعني متر في مترين. شوفوا كيف الضخامة. طبعا موطن النسر ذا أمريكا الجنوبية وبالتحديد البرازيل. طبعا النسر ذا عايش بغابات فيها كثافة أشجار يعني ما هي طبيعية. تخيلوا النسر ذا يناور بين الأشجار وهو يطارد فريسته، ويموت ويعشق شيء اسمه قردة، يعني هذه وجبة المفضلة، وخاصة القرد اللي يسمونه كسلان الغابة، هذه فريسته.